كتير. ماذا عفوا دكتور محمد، ماذا عن القضايا الخلافية يعني مثلا زي سلاح المقاومة؟ أستاذ عمرو، الحديث هنا أنا أتصور أنه هناك هنا في هذه المسألة بالذات في خلط كثير في وسائل الإعلام. المطروح بالفعل هو السلاح المتعلق بدمج الأجهزة الأمنية، سلاح أجهزة الشرطة التي سوف تتولى مسألة الأمن الداخلي في داخل القطاع. بما أنه سوف تكون هناك حكومة واحدة، بالطبع لازم تكون في أجهزة أمنية واحدة وفي سلاح واحد، لكن ما يفيض عن أجهزة عن سلاح الأجهزة الأمنية والذي يدخل في سلاح الأجنحة العسكرية للفصائل، أتصور في هذه المرحلة هو ليس محل نقاش إلا في العناوين العامة، لأنه هذه المسألة تحديدا تتخطى المسألة الأمنية إلى حيث المسألة السياسية. هي بس يعني مش يعني عفوا يا دكتور محمد، يعني عفوا على المقاطعة، يعني المسألة مش عناوين يعني علنية أو إعلامية، حتى الرئيس أبو مازن نفسه في تصريحات تلفزيونية لقنوات مصرية اتكلم وقال إنه لن يسمح بإنه يكون إلا في سلاح واحد بالظبط وأجهزة أمنية واحدة بالظبط، وهذا هو المعنى المتعلق بسلاح الأجهزة الأمنية. لكن ما يفيض عن هذا السلاح ويدخل ضمن أسلحة ضمن سلاح الأجنحة العسكرية للفصائل المختلفة، هذا أمر أتصور أنه يجري التوافق بشأنه ضمن ضمانات بشكل عام، لكن لن يمس هذا السلاح في هذه المرحلة، لأنه دي مسألة تتخطى المسألة الأمنية إلى حيث المسألة السياسية. لكن ما كان يقصده الرئيس أبو مازن هو فكرة أنه لا يجري تمكين الحكومة على الأرض بشكل عملي، اللي هو النموذج اللي حاولت بعض اللي حاولت الحقيقة حركة حماس، وأنا لا أريد أن أعود إلى الماضي، لكن حاولت حركة حماس أن تعيد إنتاجه من خلال اتفاق مخيم الشاطئ في إبريل عام 2014، اللي هو نترك الحكومة لكننا نتحكم على الأرض، نترك الكرسي لكن لا نتنازل عن الدولة. هذا أتصور في الوقت الراهن هذا أمر غير مطروح، لكن السلاح الأجنحة العسكرية للفصائل يختلف عن مسألة الهيئة الواحدة الأجهزة الواحدة المسؤولة عن قضية الأمن الداخلي في قطاع غزة. هذا أمر محسوم، لن تكون هناك أي أجهزة أمنية أخرى سوى الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رامي الحمدلله، ثم بعد ذلك حكومة التوافق الوطني، بحيث تكون هناك جهة واحدة فقط هي المسؤولة عن قضايا الأمن الداخلي في غزة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا.